اهلا بيكو في موبايل شوب مره تانية معانا. النهارده هنتكلم عن احدث ايفون باعلى امكانيات واقوى سرعه، وده بيكون اول درجه بعد الاصلي، اصدار امريكي، يعني واقعيا الشكل 100% والامكانيات بتبقى 85%. طبعا زي ما انتوا عارفين الشركة عندنا بتبقى بتدي اي منتج ضمان سنة وحق استبدال خلال 14 يوم. يلا نبدأ نشوف مع بعض العلبة الاصلية اللي بتيجي مع الايفون الاصلي واللي هي مع الايفون اللي هو اول درجة بعد الاصلي الاصدار الامريكي. يلا بينا. طبعا زي ما انتم شايفين هي بتبقى نفس الاتجاهات ونفس الحجم ونفس الوزن، مبتبقاش فيه اي اختلاف بينه وبين الاصلي نهائيا. يلا بينا نفتح العلبة. يلا بينا نبدأ نفتح العلبة بسم الله. موبايل، شات الضمان، سكرينة، وصلة الشاحن. طبعا العلبة زي ما انتم شايفين ما فيهاش راس شاحن لان شركة ابل نفسها هي منزلاه من غير الراس، ممكن حضرتك تحط اي راس شاحن عند حضرتك تمام، وطبعا بيتشحن عادي جدا. طبعا ده الدبوس، عشان في كذا حد سألني على الدبوس. طبعا دي شكل العلبة. نبدأ بسم الله. زي ما انتوا شايفين زي ما اتفقنا ان هو نفس الاتجاهات ونفس الحجم ونفس الوزن. نفتح الموبايل. تظهر علامة الابل. هلو يونايتد ستيت. طبعا هو التليفون بيوصل لك كده، فاحنا بنعمل كل الخطوات عشان مفيش اي حاجة تبقى صعبة بتواجهك. طبعا ده الاي كلاود عشان لما تيجي تسجله. ويت سنتو اب. طبعا زي ما انتم شايفين التاتش سريع جدا. طبعا دي الاضاءه، الصوت، ده كان اول فيديو معانا بالنسبه للبرو ماكس 13 او ازاي نبدا ان احنا نفتح الايفون تمام. وطبعا ان شاء الله كده الفيديو التاني باذن الله معانا هيكون في خلال يومين، انتظرونا وان شاء الله يكون الفيديو التاني متوفر يعني كل البيانات اللي انتم ممكن تحتاجوها، الاعدادات وازاي تغير من اللغه للغه التانيه. ان شاء الله لو الفيديو عجبك برجاء لايك واشتراك وسبسكرايب. نورتونا.